في قرار في كل المطارات المصرية بمنع السفر للخارج للقُصّر، خلاص كده؟ إلا بإذن مسبق. طب بس أنا عندي سؤال، أنا أتصور إنه طبيعي أن القاصر لا يسافر إلا بإذن كتابي مسبق. ده اللي أنا مش قادر يعني اللي أنا مش فاهمه في القرار. طب ما هو ده طبيعي، كل من هو قاصر إذن هو تحت ولاية والديه أو ولي أمره تحديدا الأب الأم إلى آخره. إيه الجديد في هذا القرار تحديدا؟ ده اللي أنا عايز أفهمه. خلونا نستقبل معنا ونرحب على التليفون بدكتور سمير رشاد المحاضر بكليتي الحقوق وكلية الشرطة. أهلا بحضرتك يا دكتور، وإن شاء الله سنة سعيدة عليك. مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدين، وكل عام والجميع بخير، ومصر يا رب في أمن وأمان وسلام. اللهم أمين. دكتور سمير، أمين. إيه هو الجديد في هذا القرار؟ يعني القاصر ما أعلمه أن أنا ابني وبنتي الاثنين ما يقدروش يسافروا غير بإذن كتابي مني. تمام عليك. فعلا بالنسبة للقانون المصري أساسا يمنع السفر القاصر دون موافقة كتابية من الأب، حتى في حالة الطلاق لابد موافقة الحاضن مع موافقة الطرف الآخر سواء كان الزوج أو الزوجة. حلو. الجديد بقى حضرتك اللي هو القرار اللي من بكرة إن شاء الله في بداية العام القادم الجديد 24، إنه يمنع سفر القاصر دون ولي أمره. في القانون السابق كان القاصر يسافر بموافقة كتابية وخلاص يسافر لوحده. هنا القاصر ما يقدرش يسافر لوحده، لازم يسافر مع ولي أمره. ليه؟ إلا إذا كان عايز يسافر لوحده، هنا هيضطر الأب يروح هو والقاصر يروح صاحب الشأن بصحبة ولي الأمر إدارة الاتصال السياسي، إدارة الاتصال بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، ويكتب إقرار بالموافقة على سفر هذا الطفل اللي هو لغاية اللي هو 18 سنة فيما أقل يعني بمفرده، ويبين بقى السبب، إيه هو السبب إنه يسافر ليه، ويبتدي يعمل تحريات عشان يتأكدوا. وده ليه عملوا كده ليه، أو الحكومة جالت القرار ده ليه؟ حتى كنت شفت الهجرة غير الشرعية ومكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبصر وما شابه ذلك. وخلينا لو رجعنا لورا شوية أو للخلف بسيطا، نتذكر أعداد المفقودين غرقى في المحيطات والبحار بسبب هذه الهجرة الغير الشرعية. وخلينا برضو نذكر المشاهدين أن سعادتك مصر كان لها الريادة العظمى في مكافحة هذه الهجرة الغير الشرعية.